ياسمين صبري بتتألق في أحد الظهور لإلها بعد الانفصال. ارتدت فستان أنيق من اللون الأزرق. اتضح إنها ارتدته في وقت سابق برفقة زوجها أبو هاشيمة. إليكم تفاصيل أحد الظهور لياسمين صبري. تألقت ياسمين في أحد الظهور لإلها بعد الانفصال بفستان أوف شولدر مزين بفيونكة من أحد الكتفين، واستكملت إطلالتها بقبعة مكسيكية وبعض الإكسسوارات الأنيقة. الفستان من تصميم إليزابيتا فرانكي وسعره 489 يورو. بالرغم من أناقة ياسمين وإطلالتها المميزة، لكن المتابعين اكتشفوا إنها ظهرت بهذا الفستان في وقت سابق برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هاشيمة. رجح متابعين ياسمين صبري اختيارها لهذا الفستان لأنها بتؤمن بعلم الطاقة والألوان، ويعتبر اللون الأزرق من الألوان اللي بتخفف التوتر وتعطي شعور بالراحة والاسترخاء. ياسمين صبري انفصلت عن زوجها الثاني رجل الأعمال أحمد أبو هاشيمة بعد سنتين من الزواج، وأكدوا خبر انفصالهم من فترة قصيرة عبر السوشيال ميديا. تردد أن تكلفة انفصال ياسمين صبري وصلت لملايين الجنيهات بالإضافة لعدد من الهدايا الثمينة اللي حصلت عليها، فحصلت على مصنعين أحدهما للعدسات اللاصقة وآخر للأزياء، بالإضافة إلى أسطول سيارات مكون من 24 سيارة، وحصلت أيضاً على الكثير من المجوهرات والأزياء من دور الأزياء العالمية. نفت ياسمين صبري ما تردد وأكدت أن أبو هاشيمة كان رجل كريم معها بالفعل، وفي الكثير من الأوقات كان بيفاجئها بهدايا مميزة، لكن ما تردد حول تكلفة انفصالها أخبار غير صحيحة. ياسمين صبري كانت متزوجة في وقت سابق من شاب خارج الوسط الفني يدعى محمد، وانفصلت عنه بعد ما حققت نجاح وشهرة فنية كبيرة، وذلك بناء على تحريض من والدتها لنصحتها إنه تعيش حياة بتليق فيها كفنانة ونجمة. أما والدها فكان يريد الإصلاح بينها وبين زوجها، لكنه تفاجأ بخبر زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هاشيمة من السوشيال ميديا. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.